بعض التوضيحات في جانبها القانوني والواقعي. بطبيعة الحال التقرير ديال لجنة المساندة كان شافي وتعرض إلى وقائع معينة طرحها الدفاع أثناء مرافعته، سواء من الناحية الشكلية أو من الناحية الموضوعية. الدفاع بدأ هذه القصة أو هذه المكساة على مستوى القانون وعلى مستوى القضاء واستقلاله ونزاهته. بدأنا عندما وصلنا بأنه بتاريخ معين السيد هشام المنصوري وقع الهجوم على مسكينيه عبر تكسير باب المنزل واعتقاله وقيادته إلى جهة لم نكن نعرفها في وقته. تقدمنا بشكاية في الموضوع على أساس الهجوم على مسكن الغير بواسطة العنف والقوة، ومسكن الغير ربما يكتسي حرمة مهمة وحماية قانونية مهمة ربما تفوق التهم التي ألصقت بسيد هشام المنصوري، وهي المشاركة في خيانة زوجية واستعمال المنزل ديالو للدعارة. وعقدنا لقاء مع السيد وكيل الملك في الموضوع لنبين له خطورة المسألة، ذلك كان شفويا. ثم أتبعنا اللقاء بشكاية في الموضوع. هذه الشكاية سجلت تحت رقم معين، وإلى حد الآن وقد كان ذلك في 17 مارس لم يظهر لها أثر، وهذه تعتبر أولا إهمال من الناحية القانونية غير مبرر، وتعتبر أيضا قرينة على أن هناك خطة معينة وخلفيات معينة في هذا الملف لم يتحكم فيها القانون، وإنما تحكمت فيها الرغبات وإنجاح. بالإضافة إلى قرينة أخرى تعرض لها البيان الصحفي، هو أن المعني السيد المنصوري كان موضوع اعتداء في تاريخ معين ربما شتى كبير، وأن الشكاية ديالو لم تتحرك. إذن على الاستفهام، عندما لا تحرك النيابة العامة الشكايات سواء بالحفظ أو المتابعة توضع على يعتبر ذلك خرقا من الناحية القانونية، ويعتبر دليلا آخر على أن هناك خلفية معينة للقانون. الدفاع تقدم بجوج المراحل. المرحلة الأولى هي أننا نبطلوا المحاضر، اعتبرناها محاضر غير مشروعة سواء تعلقت بالاستماع إلى البنينين أو المعاينة وانتقال إلى إجراء بحث على أساس، وكذلك طعنا في اعتقاله في محاكمته وهو في حالة اعتقال، لأنه الغالب أنه لا يمكن الأصل في المتهم أنه بريء إلى أن يثبت إدانته، وأن الأصل لا يجوز اعتقاله ما لم تكن هناك قرائن قوية منصوص عليها في القانون وفي مقدمتها حالة تلبس. وحتى في حالة تلبس فإن القانون يسمح للنيابة العامة بجواز إحالته عن المحاكمة وهو في حالة اعتقال، أو إحالة في حالة المحاكمة وهو في حالة سراح. حالة تلبس لا تتوفر، واخطر قليل لا يمكن الإنسان أن يتوفر أنه في جرائم الفساد أو خيانة الزوجية أن يكون حالة تلبس، لأنه القضية ديال الفساد كما تعرفوا رجال القانون وحتى اللي عندهم مبادئ أولية في القانون بأنه حالة الفساد تثبت العلاقة الجنسية، أي يعتقل الشخص وهو في حالة العلاقة الجنسية أو على إثره. هذه حالة لم تكن تتوفر، فتقدمنا بدفعات ترمي إلى إبطال المحاضر ديال الشرطة القضائية سواء تعلقت بهشام أو من معاه، وكذلك ما نتج عن هذه المحاضر من أبحاث ومن معاينات، لكن المحكمة لم ترى حتى رفضت هذه الدفع الشكلية، وكان ذلك إنذار بأن القضية لا تتجه في الاتجاه الصحيح القانوني. الملاحظة الثانية اللي لاحظناها هي أنه كانت هناك نوع من